يا أهلا بيكم في المحاضرة الثالثة من كورس الهيدروليك. هنتكلم فيها النهاردة أو نستكمل كلامنا عن الهيدروليك أويلز، وهنتكلم عن الترانسميشن لاينز. يعني هنستكمل مع بعض شابتر 2 اللي هو الهيدروليك أويلز، وبعدين هنبدأ ناخد مع بعض شابتر 3 اللي هو الهيدروليك ترانسميشن لاينز. إحنا كنا المحاضرة اللي فاتت بدأنا كلامنا إن إحنا في عندنا مجموعة من البروبرتيز أو مجموعة من الخصائص اللي بتميز زيت الهيدروليك. كل بروبرتي أو كل خاصية من الخصائص ديت ليها انعكاس على البرفورمانس أو الإفيشنسي بتاعت الهيدروليك باور سيستم. يعني اتكلمنا مثلا عن تأثير الفيسكوستي اللي هي اللزوجة، قلنا إن إحنا لما بيحصل لوسز ترانسميشن لاين لوسز، الفرق أو اللوسز في البريشر لاين في الضغط ما بين البدايه والنهايه بتاعت اي خط النقل الفلويد باور، فده راجع نتيجه الفيسكوستي. واخدنا العلاقه الجنر الدلتا بي بتساوي لامدا في ال على دي في وخدنا بتاثيريها طبعا اللامينر فلو التربلنت فلو، وخدنا اللامينر فلو في المحاضره نفسها والاثبات بتاعه. وصلنا ل 128 ميو ال على باي دي باور 4 في كيو دوت اللي هو اللوسز ديو تو لامينر فلو، وقلنا ان مطلوب اثبات يتعمل كاساينمنت الخاص بالبريشر لوسز في التربلنت فلو. وطبعا المفروض كان ميعاد السبمشن بتاعه قبل ميعاد المحاضره ما تبدا على طول. واتكلمنا الانترنال ليكج او التسريب الداخلي برضو انه بيأثر تأثيره بسبب الفيسكوستي، وخدنا المعادله بتاعته بدون اثبات، و خدنا برضو الفيسكاس فريكشن كوفيشنت والاثبات بتاعه بدون اثبات. خدنا العلاقه على طول مباشره عشان نشوف تاثيرها الاف في بتعمل ايه في السيستم بتاعنا. واتكلمنا عن الاويل دونستي او الكثافه، وقلنا ان الفلو ثرو اورفيسز او السريان خلال خانق ده ليه تاثير طبعا بطريقه مباشره على البرفورمانس بتاع السيستم نتيجه الدونستي او الكثافه. يعني ناقشنا بعض من البروبرتيز او الخواص الخاصه بالهيدروليك بايلز. تعالوا بقى نستكمل النهارده مع بعض، نتكلم على بروبرتي جديده وهي الثيرمال اكسبانشن او التمدد الحراري، ونشوف تاثيرها ازاي على الهيدروليك باور سيستم وما معنى التمدد الحراري. طبعا كلنا عارفين ان اي ماتيريال بتتاثر بحجمها بيتاثر بتعرضها لدرجه الحراره. الماتيريال اللي بتتعرض لدرجه حراره بنسخنها او بنزود الحراره بتاعتها يبدا حجمها يزيد، او لو بردناها يبدا حجمها يقل. طيب الكلام ده تاثيره ايه على الهيدروليك اويلز؟ زيوت الهيدروليك ايه اللي هيحصل لها؟ وخاصه لما تكون بداخل السيستم. يعني لو انا عندي جيركن كده محطوط على جنب محطوط فيه زيت هيدروليك، الجو حرر شويه الحراره ارتفعت، الجو برد شويه الحراره انخفضت، فحجم الزيت بيتمدد وبينكمش في الكونتينر بتاعه اللي هو الجيركن او البرميل اللي فيه الزيت. انما الزيت اللي بيكون موجود بداخل الهيدروليك اليمنتس او على العناصر الهيدروليكيه، صمامات، ترومبات، خراطيم، ترانسميشن لاينز او تيوبس، ايه اللي هيحصل لما يبدا تتعرض لفاريشن في درجه الحراره؟ دلوقتي احنا لازم تكون عارف حاجة مهمة جدا. احنا بنعتبر الهيدروليك اليمنتس دي ريجيد كونتينر. يعني ايه ريجيد كونتينر؟ يعني دي وعاء لا يتأثر بالتغيير في درجة الحرارة. مينلي الهيدروليك سلندر على سبيل المثال، الاسطوانة الهيدروليكية، احنا بنفترض ان الحجم بتاعها المفروض انه ثابت. الحجم نفسه المعدن بتاع الهيدروليك سلندر ثابت. لكن الزيت اللي بداخلها لما يتعرض لدرجة حرارة حجمه هيبدأ يزيد ويقل. جميل. طيب دلوقتي لو احنا عندنا كونتينر عادي خالص اهو، في جزيئات للسائل، لما ببدأ أسخن جزيئات السائل دي بتبدأ المسافات البينية ما بينهم وبين بعض تتباعد. لو كانت الجزء أو الوعاء اللي فيه السائل بتاعي ده مش ريجيد، يعني في المثال اللي قدامنا دوت بيتمدد اهو، لما بدات اسخنه حصل اكسبانشن او تمدد، فالضغط ريمين كونستنت، الضغط بيفضل ثابت.
انت عندك الزيت حجمه بيزيد وعنده حيز يزيد فيه، فبالتالي الزياده ديت الجسم نفسه بيحتويها، الزياده في الحجم بتاعت الزيت الجسم نفسه الوعاء نفسه بيحتويها لان هو نفسه كمان حجمه بيزيد، فبالتالي الضغط بيظل ثابت بدون اي تغيير. اللي بيحصل عندنا في الهيدروليك اللي احنا المفروض ان احنا عارفين التغير في الحراره لاي ماتيريال، لاي ماتيريال لتشينج ان فوليوم ديو تو تمبريتشر بيساوي الفا في دلتا تي، حيث ان الدلتا في تي ده التغير في درجه الحراره، والالفا ده هو الثيرمال اكسبانشن كوفيشنت بتاع الماتيريال، الفي دوت الانيشال فوليوم او الحجم المبدئي بتاع الخامه اللي احنا بنتكلم عليها، ودلتا تي هو التغيير في درجه الحراره. طيب ايه اللي يحصل لو انا عندي الكونتينر بتاعي ريجيد بالشكل اللي قدامي ده، يعني ما بيتمددش البستون ده ما بيطلعش وما بينزلش، لا ثابت، وبدات ازود درجه الحراره. الجزيئات طبعا باللون الازرق اللي قدامي، طبعا لو في بصيت في الانيميشن اللي فات هي كان بيبقى لونها ازرق، ولما بتتسخن بتتفرد بتتحول لونها احمر. هنا في الانيميشن اللي قدامنا هي لونها ازرق وزي ما هي ازرق ما اتغيرتش، لان ما فيش مكان علشان تبدا تتمدد فيه الجزيئات دي، اللي بيبقى انا عندي الكونتينر بتاعي ريجيد. في الحاله دي بقول ايه؟ بقول ان التغيير في الحجم هنا دلوقتي المفروض انه صفر. الزيت المكان اللي يبدا يتغير حجمه ده بيساوي صفر. التغيير في الحجم هنا ناشئ عن حاجتين. ناشئ في الاول عن الدلتا في تي والدلتا في سي. ايه هما التو تيرمز دول؟ الدلتا في تي هو التغيير في الحجم نتيجه التغيير في درجه الحراره. على سبيل المثال لو سخنا، فالمفروض لو احنا في الحاله الطبيعيه لو الكونتينر مش ريجيد هيبقى فيه انا عندي التغيير في الحجم الدلتا في هتساوي دلتا في تي، ده المفروض كده. لكن لان الكونتينر بتاعنا ريجيد فالتغيير في الحجم بيساوي صفر. طب هيساوي صفر ازاي اذا كنت انا عندي فيه في تشينج في الفوليوم نتيجه التمبريتشر؟ المفروض هقول لك هيبدا يعكسه حاجه اسمها التشينج في الفوليوم ديو تو الكومبريسيبيليتي. الكومبريسيبيليتي الانضغاطيه اللي احنا اخذناها المره اللي فاتت في البالك مودولس. يبقى دلوقتي المفروض انت دلوقتي بتسخن السائل بتاعك اللي هو الزيت. الزيت عاوز يتمدد علشان يتفرد، والتغيير في الحجم بتاعه هيبقى دلتا في تي. نتيجة ان الوعاء اللي محطوط فيه السائل ريجيد ما بيسمحش للسائل انه يتمدد، فالسائل هيبدأ الجزيئات بتاعته المسافات البينية ما بينهم تقل اكتر. هيبدأ السائل بتاعنا المسافات البينية ما بين الجزيئات تقل اكتر، فالكمبريسيبيليتي بتاعته هتبدأ تتوجد. طب واحنا اخدنا علاقة للكمبريسيبيليتي المحاضرة اللي فاتت، احنا كنا بنقول ان الكمبريسيبيليتي نتيجة البالك مودولس لو تفتكروا كنا بنقول انها هتساوي سالب في على بي في دلتا بي. احنا ما كناش قلنا كده العلاقة بالشكل ده، احنا كنا قلنا ان البالك مودولس بيساوي دلتا بي او سالب دلتا بي على دلتا في على في. فالتشينج ان فوليوم دي علاقة في الاخر الطرفين في وسطين، التغيير في الحجم هيبقى عبارة عن سالب الاوريجينال فوليوم او الانيشال فوليوم على البالك مودولس في التشينج ان بريشر دلتا بي. لو انا مسكت المعادله بقى دي اللي بتقول ان التغيير في الحجم ثابت صفر، وشلت دلتا في تي حطيتها مكانها الفا في دلتا تي، وشلت اللي تشينج ان فوليوم ديو تو كومبريسيبيليتي حطيت مكانه نيجاتيف في على البالك مودولس في دلتا بي، فالمعادله تصبح كالتالي: ان التغير في الحجم هيساوي الالفا في دلتا تي اللي هي الفا في 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 دلتا تي اللي هو الدلتا في تي زائد ناقص، يعني كانها ناقص في على بي دلتا بي، المفروض الكلام ده كله بيساوي صفر. من المعادله دي لو انا قسمت الطرفين على بي ووديت السالب دي بقت سالب دلتا بي وضربت المعادله كلها في البالك مودولس ووديت الدلتا بي الناحيه الثانيه، فهتصبح المعادله عندي بهذه الصوره. يبقى الريلاتيف تشينج ان بريشر دلوقتي التغيير في الحجم في الضغط نتيجه ان مفيش تغيير في الحجم حصل، الوعاء ريجيد، ف
فمعناها ان السائل هيبدا ينضغط على بعضه نتيجه الكومبريسيبلتي، فالضغط هيزيد بتاع السائل بمقدار الثيرمال اكسبانشن كوفيشنت مضروب في البالك مودولس مضروب في دلتا تي. الكلام ده تاثيره يبان ازاي؟ هناخد اكزامبل بسيط جدا. هنفترض ان احنا في عندنا هيدروليك سيستم موجود جوه طياره، اللاندنج جير او العجل بتاع الطياره في هيدروليك سلندر هي اللي مسؤوله على انها تنزل العجل او ترفعه لفوق. فطياره كانت موجوده زي مثلا في روسيا درجه الحراره ماينس 20، طارت جت نزلت في مطار القاهره درجه الحراره 30، يبقى هي طالعه من اجواء درجه الحراره فيها كانت ماينس 20، فيها حجم معين من الزيت موجود بداخلها، دخلت اجواء ثانيه درجه الحراره فيها 30، حصل تغيير فاريشن في درجه الحراره بمقدار 50 درجه. بقول لك اهو، اعتبر اللي احنا فيه عندنا هيدروليك فلويد، البروبرتيز بتاعته الثيرمال اكسبانشن كوفيشنت 7 × 10⁴، البالك مودولس بتاعته 1 جيجا باسكال، ترابد فريجيد فيزل اللي هي الهيدروليك سلندر اللي احنا لسه قايلين عليها، وتعرض لتغيير في درجه الحراره انكريز دلتا تي زادت بمقدار 50 درجه. عايزين نشوف الضغط داخل الاسطوانه دي هيكون كام. ادي الهيدروليك سلندر بتاعتنا لما تبدا تتعرض للزياده في درجه الحراره، واتفقنا انها ريجيد هي ملهاش ثيرمال اكسبانشن ما بتتمددش، فبالتالي السائل المحبوس هنا الضغط بتاعه هيبدا يزيد. بالعلاقه البسيطه اللي احنا استنتجناها حالا ان الدلتا بي بتساوي الفا في البالك مودولس دلتا تي، هذا يعني ان التغيير في الضغط الالفا 7 × 10⁴، البالك مودولس 1 × 10⁹ جيجا باسكال، الدلتا تي ال 50 تغيير في الحراره اللي هي ال 50، ده معناه ان هيحصل انكريز في البريشر بمقدار 35 ميجا باسكال او 350 بار. ده يعني ان الضغط داخل الاسطوانه دي هيرتفع ويوصل ل 350 بار. خد بالك زياده، انا بتكلم في دلتا، يعني سي لو كانت اصلا الهيدروليك اويل ده جوه الاسطوانه دي مثلا ضغطه دلوقتي 100 بار، فمعناها انه هيوصل ل 450 بار، لان في زياده 350 بار. فبالتالي لو انا مش عامل حسابي في تصميم الهيدروليك سيركت اللي انا اكمبنسيت، او اللي انا الزياده اللي هتحصل نتيجه زياده الضغط لارتفاع درجه حراره السائل وهو ترابد محبوز في ريجيد كونتينر، لو انا مش عامل حسابي اني اكمبنسيت او اخد اعوض الزياده في الحجم دي، فتكون عارف ان هيزيد الضغط بالمقدار ده. طبعا الزياده الكبيره بالضغط ده ممكن اويل سلاب تضرب، ممكن خراطيم تنفجر، ممكن عندنا في اشكال كتير جدا من الفيلير ممكن تحصل، فبالتالي احنا بنحتاج نتجنب هذا. فديت كده وقت ايه، خليها في الحسبان، تكون عارف تاثير درجه الحراره بتاثر على الاليمنتس ازاي، وخاصه الهيدروليك اليمنتس لاننا بنعتبرها ريجيد. هو طبعا ما فيش حاجه في الدنيا ريجيد، بس طبعا احنا عارفين ان دايما بنحط اسامبشن او فرضيات لما نيجي نسولف اي بروبلم، فانا بفترض ان الهيدروليك اليمنتس المختلفه دي ريجيد. هو في الواقع هي مش ريجيد، او الثيرمال اكسبانشن بتاعها بزيرو، هو ليه قيمه لكنها قيمه طفيفه يمكن تجاهلها مقارنه بالثيرمال اكسبانشن بتاع الترابد اويل اللي هيكون موجود. يبقى ديت خلاص الثيرمال اكسبانشن وعرفنا تاثيرها. طب هنتجنبها ازاي؟ هنعرف قدام شويه، يعني احنا خلاص احنا حطينا مشكله، حطينا العنوان بتاعها، عرفنا تاثير او الافكت بتاع التمدد الحراري، كمان شويه قدام هنعرف حاجه زي دي نعوضها ازاي. طيب من ضمن التاثيرات برضو اللي بتتعرض ليها خصائص الهيدروليك اويلز عندنا حاجه اسمها الفيبر بريشر. ايه هو الفيبر بريشر؟ الفيبر بريشر هو عباره عن ضغط بيتم تكوينه بجزيئات من البخار على السطح بتاع السائل. المفترض اللي انت تكون اخذت في الميكانكس اوف فلويد، خدت انت الفيبر بريشر ده قبل كده المفترض،
انا هقول انت مش فاكره، هنتذكر كده سريعا ايه اللي بيحصل معي. تخيل احنا عندنا دلوقتي كونتينر وعاء في سائل موجود بالشكل اللي قدامنا ده، عندنا وعاء وفي سائل موجود وليه سطح طبعا بالمنظر ده. الطبيعي ان بيحصل evaporating او evaporation، السائل ده بيبدا يتبخر. الطبيعي ان السائل بيبدا يتبخر ويروح للانفايرمنت. طيب لو الكونتينر بتاعنا دوت كان ليه ليد او ليه غطاء، هنفترض دلوقتي ان الوعاء بتاعنا دوت ليه وعاء غطاء هيبدا يغطيه، الجزيئات بتاعه السائل هتبدا ايفابوريت تتبخر، بس مش هتلاقي مكان تخرج فيه لان في غطاء موجود، فتبدا ترجع تاني وتاثر على السطح بتاع السائل. طبعا احنا عندنا ان هو في معدلين، في معدل تبخير ومعدل كوندنسيشن او معدل تكثيف، لان في غطاء موجود فجزيئات السائل لما بتبدا تتبخر مفيش مكان ترجع له فبتتكثف وترجع تاني تضغط على سطح السائل. الافكت ده او الفينومينا دي هي دي اللي احنا بنسميها الفيبر بريشر. طيب الفيبر بريشر ده تاثيره يظهر ازاي او ايه الافكت بتاعه على الهيدروليك اويل او على السوائل الهيدروليكيه؟ تعالى كده مع بعض نفتكر حاجه، قاعده انت كنت اخدتوها قبل كده في الثيرموداينامكس. القاعده دي بتقول ايه؟ ان انا لو انا عندي اي ماتيريال، اي ماتيريال، تعالى نتكلم تحديدا السوائل، الماتيريال السائله في الحاله ليكويد ستيت، في خط فاصل ما بين الليكويد ستيت وما بين الفيبر ستيت. يعني ايه؟ يعني حضرتك لو عندك ماده في الحاله السائله وعايز تحولها للحالة الغازية، لو كنا بنتكلم في ضغط جوي، بنتكلم شغالين في ضغط جوي مثلا الاتموسفيريك بريشر، الضغط الجوي عندي ضغط بي اتموسفيريك، فأنا هقول اللي أنا هبدأ أنكريز، أنا عندي ضغط جوي الضغط مقداره 1 بار، هبدأ أزود درجة حرارة السائل، أنا على الكيرف دوت ماشي أهو بزود درجة حرارة السائل، فيبدأ واحدة واحدة يسخن لحد لما يجي عند درجة حرارة معينة يتحول من ليكويد إلى فيبر، من سائل إلى بخار. الكلام دوت تقدر تشوفه بسهولة، الكاتل بتاعت الشاي أو البراد بتاع الشاي بتحط شوية مية في درجة حرارة، نفترض إن درجة الحرارة 1 بار، طبعا هي 1 بار ديت عند مستوى سطح البحر، احنا ممكن نكون اعلى ممكن نكون اقل، فلنفرض اللي احنا عند مستوى سطح البحر درجه الضغط مقدار 1 بار، فالطبيعي ان الميه لما تبدا تسخنها، لو انا بكلمها على الميه عند درجه حراره 100 تبدا تتحول من الليكويد فيز الى الفيبر فيز. الكلام ده انتوا خدتوه في الثيرمودينامكس. طيب هل دي الطريقه الوحيده اني عشان اخلي الميه تبدا تغلي؟ كلمه غليان هنا البويلنج هنا المقصود بيه ايه؟ بنتحول من الحالة السائلة إلى الحالة الغازية. عشان أتحول من ليكويد إلى فيبر فأنا عندي طريقتين. الطريقة الأولانية إني أكون مثبت الضغط وأبدأ أزود أرفع درجة حرارة السائل لحد لما يوصل للساتيوريتد فيبر لاين ده، لحد ما يوصل للخط ده فيتحول من ليكويد لفيبر. دي الطريقة الأولانية اللي إحنا كلنا عارفينها وبنشتغل بيها، زي ما قلنا كده البراد بتاع الشاي. الطريقة الثانية إن أنت ممكن تثبت درجة الحرارة، أثبت درجة الحرارة، أنا ثابت عن درجة الحرارة دي، وسي أنا دلوقتي الضغط بتاعي هنا فأنا في الليكويد ستيت، أبدأ أقلل الضغط، ما زودش الحرارة، أقلل الضغط بتاع الماتيريال لحد لما أوصل لللاين ده فأتحول من ليكويد فيز للفيبر فيز، يبقى تبدأ المية برضو بتغلي. فيبقى احنا عندنا دلوقتي طريقتين علشان نخلي السائل يغلي، يا نثبت الضغط ونزود الحراره، يا نثبت الحراره ونقلل الضغط. اوكي طيب الكلام دوت ايه التاثير بتاعه او ايه الافكت بتاعه؟ الافكت بتاعه كالتالي، انت الطبيعي لو عندك سائل محبوس تراب بالمنظر ده، فسي مثلا عند درجه حراره 20 فانت عندك كميه معينه من الساتوريتد فيبر بريشر بتاثر على السطح بتاع السائل. طبيعي لما تبدا درجه الحراره ترتفع شويه الجزيئات تبدا تكتر وتزيد،
طيب الكلام ده كله برضو ايه التأثير بتاعه؟ التأثير بتاعه انك لازم توصل لنقطة معينة معايا، هي اللي احنا ممكن ننتقل من الحالة السائلة الى الحالة الغازية بطريقتين، اما بثبات الضغط وارتفاع درجة الحرارة، او تثبيت درجة الحرارة ونبدأ نخفض او ننزل مستوى الضغط. طيب ده ممكن يقود الى ايه؟ انت عندك طبعا كل الهيدروليك اليمنتس دي عباره عن كلوزد فيسلز، انت عندك الصمامات ده عباره عن ديفايس او جهاز في شويه زيت ومغلق مقفول، الهاوسنج قافل، البامب نفس الكلام، الهيدروليك سلندر نفس الكلام، الهيدروليك موتور نفس الكلام، كلها ايه اعتبرها فيسل، وعاء مغلق مقفول وجواه سائل ممكن يتعرض الى الاس في بي او الساتوريتد فيبر بريشر. الساتوريتد فيبر بريشر بيقود لظاهره خطيره جدا اسمها الكافيتيشن، التكثف. ايه الكافيتيشن ده؟ تعالوا كده سريعا نشوف الافكت بتاع الفيبر بريشر والساتوريتد فيبر بريشر على البرفورمانس بتاع السيستم في صوره الكافيتيشن او التكثف. الشكل اللي قدامنا البسيط ده دي نوع من انواع البامبس هنبقى ندرسها بالتفصيل في شابتر 4. دي بامب اسمها اكسترنال جير بامب، عندنا المين اللي بتتكون من ترسين وفي عندنا فتحتين، الفتحه اللي تحت دي اسمها السكشن لاين، الفتحه اللي فوق دي الدليفري لاين. السائل بيبدا يدخل وينتقل بالمنظر اللي قدامنا ده لفتحه الخروج، ونتيجه المشنج او التعشيق بتوع الترسين دولت، فلما يبداوا يعشقوا في بعض بيطردوا الزيت اللي موجود ما بينهم فيحصل له displacing او يخرج ويدخل الى السيستم بتاعنا. ده كده سريعا الفكره بتاعتها، لك هناخدها تاني بالتفصيل طبعا في شابتر 4. بس انا دلوقتي انا عايز اشوف الكافيتيشن بيحصل ازاي وما معناه وايه المشاكل بتاعته. دلوقتي السكشن لاين بتاعنا او خط السحب اهو هو اللونه ازرق ده واصل بالتانك، والتانك هنا اوبن تانك. اوبن تانك يعني الضغط فيه اتموسفيريك بريشر بزيرو. وعندنا ده الاكزيت بورت المخرج بتاع البامب، ده اللي رايح للسيستم. هنفترض ان السيستم بتاعنا وليكن مثلا بي اوبريت في 100 بار، يبقى انا عندي ادي سكشن لاين اهو، الزيت دخل جواه، دخل جوه البامب وبعدين وصل للدليفري لاين او للاوتبوت بورت بتاعها، فتحه الخروج بضغط 100 بار، والزيت كان هنا كان الضغط بتاعه كان زيرو. بس زيرو دي فين؟ زيرو دي عند التانك. السكشن لاين ده ليه طول وليه دايامتر. نرجع كده شويه للفيسكوستي اللي اتكلمنا عليها المره اللي فاتت، معنى كده ان اللاين ده في دلتا بي، واحنا اخذنا اكزامبل المحاضره اللي فاتت ولقينا ان اللوسز في السكشن لاين كان طوله 1 متر والديامتر بتاعه كان 15 ملم، لو تفتكروا كان 37 كيلو باسكال بالنيجاتيف. قلت لك يعني الضغط في مخرج البامب دلوقتي نيجاتيف 0.4 بار تقريبا او نيجاتيف 0.37 بار. ده في اكزامبل المره اللي فاتت. طبعا السكشن لاين لو طوله كان اكتر من متر، لو الدايمتر بتاعه اقل من 15، فمعنى كده ان هتكون اللوسز اعلى واعلى. فيبقى دلوقتي الضغط الصفر ده في الحته دي، انما الضغط في المدخل بتاع البامب اقل من الصفر. وده زي ما قلت لك يتفق تماما مع الاكزامبل اللي احنا كنا اخدناه المحاضره اللي فاتت. طيب ايه اللي هيحصل دلوقتي؟ اللي هيحصل كالتالي، ان هتبدا عندك على الجراف اللي احنا لسه شايفينه من شويه، انت الضغط دلوقتي ابتدى يقل معاك. ما انت نقط الضغط الاتموسفيريك هنا اهو اللي هو الصفر، ده في المدخل في عند التانك في اول اللاين في مدخل بتاع الخرطوم. في اخر الخرطوم الضغط حصل له دروب قل. لو الضغط قل وصلنا المقدار من 0.3 ل 0.4، فاحنا بنتكلم ان ده اسمه الكافيتيشن ريزيرف، ده المكان اللي هيبدا يحصل فيه الكافيتيشن بتاعتنا. كده الترومبه دي معرضه دلوقتي انها تدخل في كافيتيشن، يعني معرض ان السائل اللي داخل جوه البامب دلوقتي يبدا داخل وهو بيغلي. ده بناء على الجراف اللي احنا لسه متكلمين عليه دلوقتي. يبقى السائل هنا في درجة حرارة المعمل، لو التجربة دي كانت في المعمل درجة الحرارة 25 هتلاقي السائل بيغلي، واحنا عندنا تجربة في معمل هيدروليك وهتشوف الكلام ده بعينيك. يعني احنا عاملين ترانسبيرنت تيوب، مخلين السكشن لاين دوت انبوبة شفافة، وتبدأ تشغل ترومبة
وبنعمل كونديشنز معينه، نقلل نعمل دروب، نعمل دلتا بي، فبتلاقي في الاخر السائل انت شايفه بعينيك داخل بيغلي جوه البامب. بس طبعا تمسكه درجه حرارته درجه حراره المعمل، لاننا نوت احنا حولناه من ليكويد الى فيبر بتقليل الضغط مش بزياده الحراره. لكن الجزيئات السائل اللي داخله البامب بتاعتنا ميكتشر او خليط من الليكويد والفيبر، هو ده معناه البويلنج. يعني ايه بويلنج؟ سائل بيتحول من ليكويد لفيبر. فبالتالي السائل اللي داخل البامب ده في جزء منه سائل، في جزء منه بخار. بخار ده يعني في عندي بابلز، احنا ما بنقولهاش بابلز، بنقولها كافيتيز، لان هي اكشلي بتكون فراغات، بتكون فاضيه. طيب ايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل دلوقتي ان السائل ان هو ضغطه انخفض نتيجه السكشن لاين الطويل ده. ده 1 متر بس، بس احنا تخيل 1 متر احنا بنعتبره دلوقتي طويل. فدلوقتي اللي حصل ان السكشن لاين الضغط داخل منخفض، السائل بيغلي، لكن في المخرج درجه الحراره مرتفعه. سوري انا اسف، الضغط مرتفع، درجه الحراره واحده، الضغط ارتفع مره واحده. فيبدا يحصل ايه؟ لو انت كده بصيت رجعت على الجراف معايا، انت دلوقتي حضرتك كنت هنا، انت كنت هنا، فبالتالي الضغط قل معاك وكنت واقف عند النقطه دي. السائل دلوقتي عمال يغلي لان الضغط هنا منخفض، انت كنت عند القيمه دي، فجاه بقيت عند القيمه دي، الضغط زاد جامد. ده لو اعتبرناه بصفر الضغط هنا 100، طبعا انت متخيل 100 دي هيكون مكانها فين؟ اكيد مكانها فوق جدا، بعيده جدا. فانت كنت عند النقطه دي، كنت في الفيبر مره واحده نتيجه الدوران بتاعت جزيئات السائل، طلعت لفوق كده، فتحولت من فيبر الى ليكويد. بس مش تحويل عادي، بنقول عليه رابيد كوندنسيشن، يعني تكثف سريع. اللي حصل ان الجزيئات في المنطقه دي الضغط فيها منخفض، فبالتالي السائل هنا بيغلي. عند دوران الاجزاء بتاعت البامب التروس لما تبدا تلف، الضغط هنا مرتفع، فتبدا يحصل حاجه اسمها رابيد كوندنسيشن او تكثف سريع. يعني ايه تكثف سريع؟ يعني جزيئات السائل بتحاول تبدا تملى الكافيتيز الموجوده دي. ده معناها احنا مش عاوزين اي كافيتي، كل كافيتي هتبدا تتملي، ترجع تاني السائل يندفع جواها يقتحمها ويملاها. سرعه اندفاع السائل في الكافيتيز دي بتكون عاليه قوي. اللوكال فيلوسيتي، السرعه بتاعت ان جزيئات السائل لما تبدا تندفع وتملى الفراغ الصغيره. طب اكلمك على كافيتي، لو بالمسمى بتاعك انت سميتها بابل، وانا قلت لك هي مش بابل بس ولنفترض انها بابل، هي الفقاعه اللي هي صغيره جدا. السائل لما يبدا يندفع جواه السرعات بتبقى عاليه قوي قوي قوي. السرعه ديت فانكشن في البريشر، في الضغط. فلما جينا نقيس في المعامل وبالتجارب الضغوط اللي بتوصل لها للكافيتي دي اثناء الرابيد كوندنسيشن او التكثف السريع، لقينا ان البريشر جوه الكافيتي دي ممكن يوصل ل 7000 بار. خد بالك انا بقول يوصل، مش معناها انه لازم يكون، يعني ممكن يبقى الضغط نوت 200 500 700 800 1000. ده جوه الكافيتي، ده ملوش علاقه بالبريشر بتاع السيستم. انا بكلمك البريشر نتيجه اللوكال فيلوسيتيز العاليه جدا نتيجة الرابيد كوندنسيشن اللي حصل. كنا من الحالة الغازية اتحولنا فجأة للحالة السائلة. فبتوصل الضغوط جوه الكافيتي دي ل 7000 بار. طبعا 7000 بار على الكافيتي اللي قدامنا دي مفيش فيها أي مشكلة. جزيء أو كافيتي فراغ طاير في قلب الجسم بتاع الترومبا، وصل الضغط جوه نقطة جواه 200 700 1000 أيا كان، 7000 بار ايا كان، مش فارقه معانا في حاجه. احنا مشكلتنا الاساسيه في كل الكافيتيز اللي ملاصقه للسطح الداخلي بتاع البامب. ده ترس اهو عليه كافيتي. تخيل لو حصل اندفاع للسائل والضغط وصل جوه الكافيتي ديت 5000 بار، 2000 بار، 1000 بار بس حتى. ده كانك بالظبط جبت مسمار صلب حاد سنه مدبب، ونزلت بعزم قوتك بمرزبة تقيلة 5 كيلو على المسمار ده وهو ان كونتاكت مع الترس. يعني هات مسمار كده صلب يكون مدبب جدا، الاريا بتاعته اصغر ما يكون، وانزل كده بمرزبة حلوة 5-10 كيلو بعزم قوتك على المسمار ده. ده نفس التأثير بالظبط
اللي الاجزاء الداخليه بتاعت البامب اللي الكافيتز ملاصقه ليها هتبدا تتعرض له، نفس الافكت بالظبط. طب ده معناها ايه؟ معناها ان هتبدا عندك البامب يحصل عليها تاكل بالشكل ده. اهي الصوره كبرناها لك اهي، شايف المنطقه دي؟ شايف النحر اللي موجود هنا ده؟ ده نتيجه الكافيتيشن. في كافيتيشن حصل في الجزء ده في الحته دي، طبعا ده اسمه البورت بليت، ده جزء من الاجزاء بتاعت البامب البيستون بامبس، لما نبقى نجيلها بالتفصيل هنتكلم عليه ونشرح ايه دوره، لكن ده جزء من الاجزاء الداخليه للبامب وتعرض لكافيتيشن في الحته دي، المنطقه دي تعرضت لكافيتيشن، فطبعا اتاكلت بالشكل بالصوره اللي قدامنا ده نتيجه الكافيتيشن. فطبعا معنى كده ان الكافيتيشن ده هيبدا يعمل ايه؟ هيبدا يدمر الاجزاء الداخليه او السطح الداخلي للمضخه بتاعتنا. طبعا انا كلامي نوت مينلي على البامبس، لان البامب اكتر اليمنت، اكتر عنصر معرض لحدوث ظاهره الكافيتيشن. في كافيتيشن بيحصل في الهيدروليك سلندرز، في كافيتيشن بيحصل في الهيدروليك موتورز، في عناصر عندنا كتير ممكن يحصل فيها كافيتيشن. اكتر واحد معرض في الدايره بتاعتنا هو البامب، ده اكتر واحد، لان هو دوت اللي بيحصل فيه تغيير كبير جدا في الضغوط. ممكن الضغط يبقى في مدخل الترومبا زي ما احنا شفنا بالنيجاتيف، وفي المخرج بارقام كبيره، فيحصل ان بريشر دروب، دخلت في الكافيتيشن ريزيرف، بدا يحصل عندي ظاهره كهف حصلت، وبعدين حصل رابيد كوندنسيشن، عندي الترومبا باظت بالشكل اللي قدامنا ده. فطبعا الكافيتيشن دي ظاهره غير محموده، ظاهره غير مطلوبه، بنحاول بقدر الامكان في تصميمنا نراعي بعض الكونسيدريشنز، بعض الاعتبارات، وخاصه في السكشن لاين في خط السحب. طبعا اللي احنا نقلل الطول بتاعه اقل ما يمكن، نكبر الدايمتر بتاعه اكبر ما يمكن، وهنتكلم لسه بالتفاصيل دي في شابتر 4 تاني لما يجي نتكلم عن الكافيتيشن. هنقول بالظبط ايه ازاي نتجنبه، وايه اللي انت تعمله وانت بتصمم الدايره بتاعتك عشان ما تقعش في نقطه الكافيتيشن. لكن انا لازم اتجنب حدوث الظاهره دي، لان ظاهره سيئه، وعرفنا تاثيرها بتحصل منين وبتحصل فين، والتاثير يرجع كله للفيبر بريشر او الساتوريتد فيبر بريشر. البروبرتي اللي بعد كده اللي هنتكلم عليها هي الثيرمال بروبرتيز، او الخصائص الحراريه الخاصه بالهيدروليك اويل. اي هيدروليك اويل مينلي في ثلاث درجات حراره بيكونوا مكتوبين على العبوه، دولت اللي يهمونا لما نيجي نتعامل معاه. اول درجه حراره هي البور بوينت، وهي درجه الصب بتاعت السائل، بتبقى الدرجه اللي بتبقى اعلى ثلاث درجات من ان السائل يقدر يسيز او يحصل له فلو، يبدا يحصل له فلو. يعني لما انا اقول لك درجه الصب عندنا مثلا سي، اقول لك ماينس 20، انت عارف ان السائل بتاعنا عند ماينس 23 ما بيمشيش، يبقى شبه اتجمد، انما من اول ماينس 20 ينفع يمشي. فطبعا درجه الصب دي بتكون مهمه، هي دايما بتكون منخفضه للعلم، هي فعلا ممكن تكون بالنيجاتيف في كثير من الاحيان. هيدروليك اويلز بتبقى درجه البورينج بوينتس بتاعتها بتبقى بالنيجاتيف، لان انا الهيدروليك اويلز انا عندي اكويبمنت وعندي معدات بتكون شغاله في درجات حراره بارده، ومش ده شرط درجة الحرارة بلدة تكون البلد فيها أصلا باردة، لا أنت ممكن تكون في بلد حر لكن عندك هيدروليك سيستم مثلا شغال في مصنع تعبئة وتغليف مواد غذائية أو الفروزن فودز، المواد المجمدة. فأنت عندك درجة التجميد بتوصل في بعض الأحيان لماينس 20 ماينس 50 أيا كان، على حسب الحاجة اللي إحنا شغالين فيها، فممكن يبقى في عندي هيدروليك سيستم شغال في هذه البيئة، فدرجة الحرارة منخفضة، بيئة العمل قليلة. فأنا عندي البورينج بوينت هي درجة الحرارة اللي ينفع أصب السائل عندها، أقل من كده تكون عارف إنك مش هينفع تصب السائل. السائل هيبدأ يكون شبه متجمد، هيبقى عامل زي الملبن أو زي الجيلي، مش طبعًا، أو ممكن يوصل يبقى سوليد، يبقى ناشف خالص، مش هينفع تصب السائل عند الدرجة دي. يبقى دايمًا درجة الحرارة البور بوينت إحنا عارفين إن هي أعلى ثلاث درجات فقط من درجة الحرارة اللي السائل ينفع يكون بيسري، يكون في سيز تو فلو، يقدر يمشي. البروبرتي الثانيه او الخاصيه الثانيه هي الفلاش بوينت. هي الفلاش بوينت هي اقل درجه حراره السائل بيبدا يدي فيها بخار، البخار ده
الهواء المحيط حوالين السائل ده يبدأ يتشبع بيها، فبالتالي بيكون اجنايتبل، يعني ايه؟ قابل للاشتعال. بمعنى البنزين على سبيل المثال الفلاشنج بوينت بتاعته ماينس 40 درجه، يعني سي انت رايح تنون في بنزينه درجه الحراره مثلا دلوقتي 35، فالمسدس بتاع البنزينه وهو بيصب لازم تكون عارف ان خارج جزيئات بخار من البنزين، لانه بيطلع من اول ماينس 70 بيبدا يتوجد. طبعا اكتر من كده فبيبقى كميه السائل المتبخر بيعمل ميكشر بيختلط بالهواء بتكون عاليه. فالحراره دي معناها لو احنا الاتموسفير دي او البيئه دي اتعرضت لاي شراره هيحصل اشتعال، لان الهواء المحيط بالميديوم ده دلوقتي اللي هو البنزين في الحاله بتاعتنا، الهواء المحيط بيه اصبح قابل للاشتعال. عشان كده طبعا بيحصل ريجوليشنز وبتكون قواعد صارمه في البنزينات، يقول لك ما تفتحش الموبايل بتاعك، ما تستخدمش سجاير، ما تفتحش ولاعه، كل الادوات اللي ممكن تعمل شراره ما تستخدمهاش دلوقتي. طبعا تطفي الانجن بتاعك المحرك، عشان اي حاجه من شانها انها ممكن تعمل شراره احنا دلوقتي في وسط قابل للاشتعال، لان من اول ماينس 40 بيبدا البخار ده الهواء يتشبع. ده بالنسبه للبنزين. بالنسبه للهيدروليك اويل درجه الحراره الفلاشنج بوينت بتكون مرتفعه شويه من 150 ل 265، بس ده مش معناه انك في السيف سايد، لان انت ممكن يكون عندك هيدروليك سيستم شغال مثلا بيشيل البطئه بتاعت فرن صهر الحديد، درجه الحراره عندك بتوصل ل 1600 وبتبدا يتحرك البطئه ديت بهيدروليك سيستم، فدرجه الحراره عاليه جدا. فانت عارف دلوقتي ان الهيدروليك اويل المستخدم لازم تجيبه الفلاشنج بوينت بتاعته عاليه قوي، لان الوسط اللي احنا بنستخدمه فيه بيحصل بيه اكسيد، بنتعدى درجات حراره كبيره الفلاشنج بوينت. اما الفاير بوينت هي النقطه اللي بيبدا سطح السائل يبدا يشتعل عندها. يعني الفرق بينه وما بين الفلاشنج، الفلاشنج هو الميكتشر او الخليط ما بين الهواء والبخار الخارج من السائل بيكون قابل للاشتعال. اما الفاير السائل نفسه بيبدا يشتعل، الزيت نفسه يبدا يولع. الهيدروليك اويل الفايرنج بوينتس بتاعتها بتكون في رينج حوالي 285 درجه، يعني لو السائل اتعرض بصوره مباشره لدرجه حراره تتعدى هذا الرقم السائل نفسه هيبدا يحصل له فايرنج او يبدا يكون بيشتعل. طبعا علشان كده احنا الزيوت في منها انواع، عشان كده احنا بيفضل ان احنا نبعد بقدر الامكان عن الزيوت المينرالز او الزيوت المعدنيه، لان الزيوت دي هي اللي بيبقى الفايرنج بوينت والفلاشنج بوينت درجاتهم قليله شويه. بيفضل في كثير من الاحيان ان احنا نبدا نتعامل مع السينثيتك اويل او الزيوت التخليقيه، لان هي دي بتكون المعالجه في المعمل وليها خواص كيميائيه معينه، الفايرنج بوينت بتاعتها بتكون كبيره جدا، الفلاشنج بوينت بتاعتها بتكون كبيره جدا، والبورنج بوينت بتاعتها بتكون منخفضه جدا، لان ده سائل احنا اللي عاملينه فحاطينه في البروبرتيز والخصائص اللي احنا محتاجينها. نلخص بقى بعد ما اتكلمنا على البروبرتيز او الخواص بتاعت الهيدروليك اويل كلها، تعالوا نلخصها على هيئه بوينتس. لما انت تجيب هيدروليك اويل وتستخدمه ايه الريكومندد او ايه الزيت المفضل بالنسبه لك؟ اول حاجه لازم يكون في ساتسفاكتوري فلو بروبرتيز. يعني ايه؟ يعني احنا عاوزين الزيت بتاعنا اللزوجه بتاعته تكون مناسبه، بحيث اللي انا لما ابدا اصبه جوه السيستم فأيا كان درجة الحرارة اللي السيستم بتاعي بيأوبريت بيشتغل فيها، السائل يوصل بالكامل لجميع الأجزاء وفي نفس الوقت يبرفورم أو يشتغل بكفاءة عالية. عندك الفرامل بتاعة العربية، البريكس، الفرامل دي كلها شغالة دايرة هيدروليك منفصلة، دايرة هيدروليك لوحدها. ما ينفعش أبقى أنا بدوس فرامل في الشتاء فلاقي العربية ما بتمسكش، أصل زيت الفرامل اللي زوجة بتاعته اتأثرت بدرجة الحرارة فتجمد، فالزيت ما وصلش للكاليبرز الماسترز بتاعت العجل وما قفش على العجل والعجل ما وقفش. ما ينفعش بدوس فرامل في الشتاء، هي كأني بدوسها في الصيف،
لازم البرفورمانس يكون واحد. الترانسميشن او الفتيس بتاع العربيه اوتوماتيك، ده بيشتغل بهيدروليك فلويد، الصندوق السرعات الاوتوماتيك بتاع العربيه بيشتغل بزيت هيدروليك، فانا عايز الفتيس ينقل النقلات بتاعته بالكامل سواء صيف او شتاء، سواء درجه الحراره العربيه لسه الصبح بندورها بدري درجه الحراره 15 او العربيه مشيت واشتغلت ودرجه الحراره بتاعت السيستم وصلت 80 او 90، انا عايز في البرفورمانس يكون واحد. فانا عايز دايما يحصل ساتسفاكتوري فلو بروبرتيز، فبالتالي ده بينعكس على الفيسكوستي والفيسكوستي اندكس اللي احنا نختار سائل، السائل دوت يكون ليه خصائص من حيث اللزوجه مناسبه للتطبيقات اللي احنا بنوظف فيها الهيدروليك سيستم بتاعنا. طبعا وينعكس الكلام دوت ان لازم يكون لي هاي فيسكوستي اندكس، كل ما يبقى ليه فيسكوستي اندكس كبير الرينج بتاعه كبير، انا كده بضمن بقدر الامكان ان الزيت بتاعي بيوبريت بيشتغل لما يحصل تمبريتشر فلكتويشنز او اختلاف كبير في درجات الحراره، السيستم بيتصرف بطريقه مرضيه او بطريقه سليمه. طبعا لازم يكون ليه جود لوبريكيتنج بروبرتيز والخصائص التشحيميه، لان لو تفتكر اول جمله قلناها في التشابتر ده لما قلنا ايه فايده الهيدروليك اويل، من ضمن الوظائف بتاعته كنا بنقول انه بيعمل ك لوبريكيتنج ميديوم، انه وسط يساعد على التشحيم بتاع الاجزاء المختلفه، والكونتاكت سيرفيسز الاجزاء اللي فيها معادن متصله ببعضها وبيحصل تماس ما بينهم، الزيت الهيدروليك اويل بيعمل كفيلم، بيبقى فيه طبقه كده بسيطه عازله ما بينهم عشان يقلل الوير والتاكل ويزود طبعا السيرفيس لايف او العمر الافتراضي بتاع السيستم بتاعنا. لازم يكون السيستم بتاعنا او الليكويد بتاعنا الساتوريتد فيبر بريشر بتاعه يكون لو، القيمه بتاعته تكون منخفضه، ده من ضمن البروبرتيز بتاعته. ما الفيبر معدل التبخير الفيبر بريشر والضغط بتاعه ديت نقدر نتحكم فيها باضافه بعض الاديتيفز اللي بنضيفها على الزيت، فنقلل الفيبر بريشر على قد ما نقدر عشان نتجنب حدوث الكافيتيشن بقدر الامكان. طبعا لازم يكون في كومباتيبلتي او لازم يكون في توافق ما بين السيستم وما بين السيستم اليمنتس والسيستم ماتيريال وما بين الزيت نفسه، لان في بعض الاحيان من ضمن الاضافات اللي ممكن تكون بتضاف احيانا بتضاف اسيدز او احماض لتحسين خواص الزيوت، ممكن الاحماض دي من شانها انها تبدا تعمل وير وتتفاعل مع الاجزاء وخاصه الربر الكاوتش بتاعه الهيدروليك سيستم، واحنا عندنا اجزاء كاوتش، عندنا اجزاء كاوتش، مش عندنا اورينجز وويل سيلز، عندنا لما يحصل بركب خرطوم في خرطوم في عندي اورينج بحطه ما بينهم، في كاوتش بحطها ما بينهم، الخرطوم نفسه مش شرط يكون معدن اللي بينقل الهيدروليك فلويد، ممكن يكون كاوتش. فلو كان ليه الاسيديك بروبرتيز او خواص حمضيه السائل نفسه عاليه تتفاعل مع السيستم بتاعي، طبعا ده هيؤدي لوير، هيؤدي ان يحصل تسريب خارجي، هيؤدي يحصل فيلير في السيستم بتاعي. الكروجن بروتكشن طبعا لازم يكون مضاد للتاكل، فبالتالي ده بيحصل عن طريق adding effective corrosion inhibitors، ببدأ اضيف موانع للتاكل، موانع للصدأ. وخد بالك احنا عندنا مشكله ثانيه في الهيدروليك فلويدز او في زيوت الهيدروليك، عاده بتكون من ضمن للاسف العيوبها انها بتكون بتمتص الرطوبه سريعا، ليها القدره على امتصاص الرطوبه. بس في اوبشن ثاني بيكون معمول في الزيوت ديت، ان دايما الزيوت بيبقى ليها الوان والالوان دي بتبدا تتغير، يعني وتلاحظ الكلام دوت لو انت جيت بصيت على مثلا زيت الفرامل بتاع العربيه، زيت الفرامل المفروض ان لونه بيبقى لايت فاتح، لما يبدا يمتص الرطوبه يبدا لونه يغمق لحد ما يوصل لون الاسود، كل ما اللون يغمق معناه انه يمتص رطوبه كبيره. طب الرطوبه ديت ايه المشكله بتاعت الرطوبه دي؟ يعني ميه، يعني السائل بتاعنا الهيدروليك فلويد ده ما بقاش دلوقتي زيت، ده بقى زيت وميه، فالميه دي تبدا تخلي لي الاجزاء تصدي. فمن ضمن الحاجات اللي بعملها لازم بحط كروجن انهبيتورز او موانع للصدا، ده من ضمن الاضافات. انت طبعا ما بتعملش الكلام ده، هو اوتوماتيك الزيت لما انت بتشتريه المصنع بتاعه عامل كده حاطط من ضمن الحاجات دي، دي ما بتمنعش او ما بتشيلش
البروبرتي بتاعت امتصاص الهيوميديتي، لكنها بتقلل بقدر الامكان الباد افكت او التاثير السلبي بتاعها. وانت طبعا لازم تعمل حسبان، تاخد في الحسبان الموضوع ده، فباستمرار في الصيانه، في طرق الصيانه واجراءات الصيانه. طبعا الهيدروليك سيستم لازم يتعمل له بليدنج، اسحبه من الدايره خالص، افضيه وابدا احط، اعمل فلاشنج، انضف الدايره، وبعدين ابدا احط زيت جديد في الدايره بتاعتي كل فتره معينه. من ضمن الخواص بتاعت الهيدروليك فلويد او الهيدروليك اويل انه لازم يبقى ليه جود ثيرمال كوندكتيفيتي. يعني ايه؟ يعني موصل جيد للحراره. احنا عايزينه يكون كده، لانه لما يكون موصل جيد للحراره انا هضمن انه هيبدا يمتص الحراره بتاعه الاجزاء السخنه ويعملها ديسيبيشن، وده من ضمن الافكتس او من ضمن الفانكشنز اللي كنا قلناها في الهيدروليك اويلز. احنا عايزينه يعمل كولينج، عايزينه يبرد السيستم. فبالتالي علشان يبرد السيستم لازم يكون هو جيد التوصيل للحراره عشان يمتص الحراره ويعمل لها ديسيبيشن ويبدا تختفي من السيستم بتاعه. طبعا لازم يكون فاير ريزيستنس، يكون قابل، يبقى مضاد للحرائق. هنا ممكن يحصل تسريب في منطقه درجه الحراره فيها عاليه، ولو كانت الفايرنج بوينت بتاعته منخفضه فبالتالي احتمال حدوث حرائق ده يكون عالي. فبالتالي في بعض الاحيان الابلكيشنز بحتاج الفاير ريزيستنج هيدروليك فلويد او هيدروليك. بالاضافه اني بحتاجه ان يكون عازل للتوصيل الكهربي. كمثال زي ما قلت لك في تيس العربيه الاوتوماتيك ده شغال بهيدروليك سيركت صغيره، فبالتالي الزيت بيبقى ماشي جنب سولونويدز اللي هي الالكتريكال سولونويدز، وفي بقى بورده كهرباء الزيت معدي فيها. فطبعا انا مش عايز يحصل شورت او يحصل ان القفله في البورده دي، فالزيت انا عايزه لما يكون بيمر يكون عازل للتوصيل الكهربي عشان ما يدمرش الاجزاء اللي بيمر فيها. وبالتاكيد طبعا الزيت لازم يكون انفايرمنتال فريندلي او صديق للبيئه. مش عايزين هيدروليك فلويد يكون ضار، لان للاسف الزيوت اغلبها طبعا لما يحصل ديسبوزل او تخلص منها، سيبك بقى من الشغل البلدي ان شويه زيت غيرت زيت فتديهم للصبي بتاعك ياخدهم يطلع يرميهم تحت الزرعه اللي انت زرعها قصاد المصنع، ده كلام فارغ. الزيت المفروض يحصل له ديسبوزل ويبدا التخلص منه بطريقه امنه وسليمه. ما ينفعش يترمي في المجاري بتاعت الانهار او بتاعت المياه او مياه الصرف او الكلام ده كله، لان ليه خصائص سامه. وبعدين في مشكله فيه ثانيه، انه الحيوانات الضاله ممكن تنجذب ليه بسهوله، لان بيبقى ليه رائحه نفاذه وبيبقى طعمه ممكن يبقى سويت شويه. فممكن طبعا، وطبعا ده لو اتاكل ده سم، ده بياكل سم. فبالتالي لازم يحصل ديسبوزل او تخلص من الهيدروليك اويلز بطرق السليمه. الطرق السليمه اللي بتحط في كونتينر وفي اماكن مخصصه بتجمع الزيوت دي تاني عشان يبدا يتعملها ريسايكلينج او تستخدم في ابلكيشنز اخرى. ما ينفعش ان الزيت ترميه وتتخلص منه بطرق غير امنه او طرق غير سليمه. هننتقل بحديثنا بقى دلوقتي عن الهيدروليك ترانسميشن لاينز او خطوط نقل الزيت. ده تشابتر 3 عندنا في المقرر بتاعنا في الكتاب، في الريفرنس المرجع اللي احنا شغالين منه هتلاقي التشابتر 3 بعنوان الهيدروليك ترانسميشن لاينز. خد بالك انا لازم بس ادي لك زي اناونسمنت او ادي لك اعلان دلوقتي ان التشابتر ده انا ما بسالش فيه في الامتحان. كل المعلومات اللي هقولها لك دلوقتي دي ليك انت علشان تعرف تتعامل ازاي مع الترانسميشن لاينز، تكون فاهمها. انما انا ما بسالش فيها في الامتحان، يعني دي خارج الامتحان، انما ليك انت بما اني بعلمك زي ما قلت لك كورس بيكسب مهنه. انا بعلمك الهيدروليك تقدر تشتغل بيها، فلازم تكون عارف الترانسميشن لاينز وايه اللي المفروض تعمله وايه اللي المفروض ما تتعملوش لما تيجي تتعامل معاه. الترانسميشن لاينز هي مينلي الاجزاء اللي بستخدمها لنقل الميديوم او الهيدروليك ليكويد في الهيدروليك باور سيستم بتاعك. الاليمنتس او العناصر بتاعت الترانسميشن لاينز بيكونوا كونكتد مع بعض. يعني عشان تبدا عندك بامب، عندك فالف، عندك سلندر، توصل كل اليمنت من الاليمنتس دي ازاي؟ عن طريق ترانسميشن لاينز. في مين عندنا نوعين اساسيين، في الريجيد تيوبس، وهنا بنقول عليها تيوب. فالترانسميشن لاين خطوط النقل عباره عن تيوب مواسير، دي اللي بتكون معدن.
وفي عندنا فليكسيبل هوزز، هوزز اللي هي خراطيم. فانا عندي مواسير وخراطيم، الماسوره اللي بتكون معدن تكون صلبه، انما الخرطوم هو اللي بيكون كاوتش. طبعا الفيتنجز او النهايات في كلا النوعين لازم تكون معدن في الاخر، انما الماسوره الخرطوم نفسه كاوتش او ممكن يكون ماسوره معدن، ده يستخدم وده بيستخدم. الريجيد تيوبس بتستخدم امتى؟ في حاله لو انا بربط اجزاء ببعضها نون فايبريتنج، يعني عندي جزئين هيدروليك بس الجزئين دولت ما بيتحركوش، ما فيش اهتزازات، مش موفابل بارت، جزئين ما بيتحركوش، ما فيش واحد فيهم يعني ما فيش واحد ثابت وواحد بيتحرك، او الاثنين ما بيتحركوش، لا الاثنين ثابتين وفي مكانهم. في الحاله دي يفضل ان احنا نعمل الكونكشن او الوصل عن طريق تيوبس. زي تاني ارجع للاكزامبل بتاع العربيه اللي قلناه من شويه، المواسير بتاعه نقل زيت الفرامل، مواسير نقل زيت الفرامل لحد قرب المساعد كده، الزيت ماشي من الخزنه بتاعه زيت الفرامل في الكبوت بتاع العربيه، والزيت ماشي لو العجله بنتكلم مثلا على العجله اليمين ورا، بيوصل لحد قرب المساعد في تيوبس، في مواسير، لان انا الزيت ماشي دلوقتي بيكونكت اجزاء نون فايبريتنج، بس من عند المساعد بقى بيجي نعمل وصله كده كاوتش عشان توصل للكاليبر. الكاليبر ده الجزء اللي ماسك الدشمه اللي بيبدا يفرمل العجل، ده بيتحرك، فما ينفعش اوصل الزيت لي اوصله بتيوب بماسوره لانه بيتحرك، والعجله كمان بتلف يمين وبتلف شمال، طبعا لو العجله اللي قدام بيلف يمين وبيلف شمال ففي موفابل بارت، فما ينفعش ماسوره هتتقطم. ففي الحاله دي بنعملها هوز او خرطوم كاوتش. المعادله الاساسيه لاختيار القطر بتاع الترانسميشن لاين، سواء كنا بنتكلم على تيوب او بنتكلم على هوز، بتكون دي بتساوي الجذر التربيعي لـ4 كيو ماكسيمم على باي في في. طبعا كيو ده الماكسيمم فلوريت اللي احنا اللي السيستم بيوبريت جواه، انا عارف اكس اقصى فلوريت هيوصل كام، وسرعه هي متوسط سرعه السائل، وطبعا بتكون فانكشن في الكيو في الفلوريت، فانا عندي احسب الديامتر من العلاقه دي. طيب مينلي او بصوره رئيسيه بتكون سرعات السائل في الغالب من 2 ل 6 متر للخطوط الضغط، ده في الغالب بتطلع كده، يعني الفي دي بتطلع دايما من 2 ل 6 لاي بريشر لاين عادي، وبالنسبه للسكشن لاين لخطوط السحب والريتيرن واللو بريشر لاين بتكون من 0.6 ل 1.6، يعني الفي دي بتاخد القيم على حسب، لو خط ضغط مرتفع ممكن توصل 2 3 4 توصل لحد 6 متر بير سكند، او لو كان خط درين او خط سكشن بتبقى السرعه 0.6 او 1.6، يعني من 1.6 لحد 0.6 في الرينج ده، دي بتكون السرعات في الغالب في هذا الرينج. طيب الكونكتورز بقى والكابلنجز اللي بيستخدم في توصيل المواسير في اشكال كتير قوي. طبعا لو عندنا ده ستريت كونكشن بالمنظر ده، فعندنا الوصله دي في ميل وده في ميل وده نبل في النص ميل، ده ستريت. في عندنا وصله البو 45 درجه، في عندنا التري، التي ديت بتستخدم في حاله انا بوصل ثلاث مواسير او ثلاث فروع ببعض، او الكروس لو انا بوصل اربع فروع ببعض، وفي عندي زاويه 90 درجه، كوع 90 درجه، في عندي الكاب، الكاب دوت بيستخدم كبلج او كطبه لو انت عاوز تطبب او تقفل لاين، يعني مثلا عندي كروس كونكشن بس هوصل فيها ثلاث خراطيم بس، فالوصل الفضل الرابع ده مش عايزه، وده المتاح دلوقتي بالنسبه لي، ممكن اطببه اركب كاب هنا واقفله، دي طبه. والبلج ده برضو دي طبه ثانيه، ودي لوك نوت، ده انسرت اللي بيخش هنا في النص ما بين البلج وما بين النوت، وفي عندنا الفرل، في عندنا سليف جلبه، كل دي اشكال كونكشنز معادن، وهتلاقيها قريبه شويه من العناصر بتاعه السباكه او البلمنج اللي بتستخدم في البيت بتاعك. طبعا لازم نختار الكوريكت تيوب فيتنج. يعني ايه الكوريكت تيوب فيتنج؟ يعني على حسب الاوبريشن بتاعتنا نختار الوصله اللي تكون مناسبه بحيث نضمن ان ما يحصلش لا تسريب ولا انفجار في المواسير والخراطيم بتاعتنا. يعني لو احنا بنستخدم تيوبس عاديه، ف
فيفضل بقدر الامكان تيوبس اللي هي مواسير اللي احنا نعمل بنتنج او المواسير دي تتكسح تتكوع، بنكوع المواسير بنتنيها، في عندنا تنايات نتني المواسير بتاعتنا ونقلل بقدر الامكان الوصلات. وده اللي حاصل في نفس الاكزامبل بتاع فرامل العربيه. انت عندك الماسوره من اول الخزان خزنه الفرامل لحد الماستر دي ماسوره واحده، مع انها دي طالعه ونازله وماشيه يمين وماشيه شمال وفوق وتحت، واخده اتجاهات كتير جدا، انما الماسوره نفسها متنيه عشان تاخد البروفايل والمسار. ما استخدمتش فيتنجز كتيره، لان الفيتنجز دي من ضمن عيوبها انها بتعمل بريشر لوسز، بتقلل الضغط. طيب لما نيجي نتعامل مع المواسير بتاعتنا او الخراطيم تحديدا بقى الهوزز، ايه اللي المفروض نعمله وايه اللي المفروض نتجنبه من حيث التركيب؟ اول حاجه لو احنا عندنا ستريت لاين كونكشنز، يعني عندنا دلوقتي ماسورتين واصلين ببعض ستريت بالشكل ده، لا يفضل اللي احنا نوصلهم وصله بالمنظر ده. الوصله بالمنظر ده انت كده بتعمل تنشن او بتعمل شد على الخرطوم ده، والخرطوم ده كاوتش، هو مكبوس على الفيتنج بتاعته، انما هو كاوتش في الاول وفي الاخر، فانه يبقى مشدود تايتنينج بالمنظر ده، ده لا يفضل. انما لا يفضل ان احنا عملنا ايه زي ما انت شايف كده، ركبت هنا كوع وبعدين فيتنج والماسوره لفت بكوع تاني عشان نوصل الفتحتين دول ببعض، حاجه زي دي لا تفضل. طب لو انا عندي زاويه بالمنظر ده برضو ما تعملش خرطوم مشدود، لا الخرطوم لازم يكون ليه براح بالشكل اللي قدامنا ده. يبقى اول حاجه نتجنب بقدر الامكان ان يبقى فيه ستريت لاينز، يبقى الخرطوم مشدوده وليها ستريت ماشيه على طول، دي اول حاجه. تاني حاجه ما تعملش تويست، ما تلفش الخرطوم وانت بتربطه. اغلب الخراطيم هتلاقي عليها جايد ممكن تلاقيها منقطه بالمنظر ده، او ممكن تلاقي في خط ماشي من اول الخرطوم بطوله من اوله لاخره. الخط ده مش معمول عياء او علشان يبقى الخرطوم شكله جميل، الخط ده الداش ده او اللي ماشي في الاخر عشان لما تيجي تربط، خد بالك انت بتقرط الصاموله دي، فطبيعي هتبدا تلف معاك الجزء اللي هو المكبوس ده. لا احنا بنمسك الجزء المعدن ده بكلابه او حاجه وابدا انا اربط علشان احافظ ان الخرطوم بتاعي ما يحصلوش تويست، زي ما انت شايف انا بالمنظر ده ملفوف بالشكل ده. لا نتجنب التويست، لان يعني التويست ده انت كده بتخلي الخرطوم نفسه في ريزيدوال ستريسز، اول لما يبدا يتحط لضغوط يتعرض لضغوط ممكن ينفجر، يحصل له براستنج وينفجر. برضو تجنب بقدر الامكان ان الخرطوم زي ما اتفقنا انها تكون مشدوده بالشكل ده، يعني عندي نوت بوصل فيرتيكال بهوريزونتال، عندي نوت بورت هنا بورت راسي فيرتيكال، وعندي نوت بورت افقي هوريزونتال، عايزين نوصلهم ببعض زي ما قلت لك تجنب يكون الخراطيم مشدوده، لان اول الخرطوم هو مشدود بالشكل ده، اول لما يتعرض لضغط ده كاوتش بيتمدد وبينكمش بالضغط اللي جواه، يفضل يتمدد وينكمش هيحصل له فيلير على طول، هيحصل عليه فاتيج وفيلير، هيحصل كراكنج وينفجر. فلازم الخرطوم يبقى فيه براح بالمنظر ده، بحيث لما يبدا يتمدد نتيجه الضغط اللي جواه او ينكمش ان ما فيش ضغط، في عندنا فلكسبيليتي وسماحيه ليه ما يكونش مشدود بصوره كبيره. طبعا تجنب لو عندك موفينج بارتس، اجزاء بتتحرك راسيه بالمنظر ده، تجنب ان الخرطوم يكون لافف بالشكل ده. طبعا لان الخرطوم لما يكون لافف عندك الجزء بيتحرك افقي والخرطوم بارز من المعده او من المكنه بالشكل ده، ده وارد انه اي حاجه تشبط فيه، ان شاء الله حتى الكم بتاع العامل او طرف هدومه او الافارول بتاعه او يمسك يشبط في جزء تاني من المكنه، لان في جزء بارز كده افقي وطالع ونازل. لا طالما بيطلع وبينزل راسي يكون الكونكشن راسي بالشكل ده. نفس الكلام قصه ان البندنج بقى التنايات، يعني احنا عندنا ثلاثة اكزامبلز مختلفين. كمثال هنا زي ما انت شايف، بص نوت الريديوس او نص القطر نوت اقل من الار مينيمم. طب هي ايه الار مينيمم ديت؟ ليها حسبه بسيطه جدا، ان انت حضرتك بتشوف المسافه ما بين النقطتين اللي انت عايز توصل ما بينهم قد ايه، تحسب المسافه ما بينهم
وتشوف الريديوس بتاعها قد ايه، ده بيكون المينيمم ريديوس بتاع اللاين عشان تقدر كمان تحسب طوله. انما اللاين اللي عندنا ده الحته اللي هنا دي شايف كده في التكويعه الزياده دي، البنت الزياده ده يحصل ان هو يخليك الخرطوم ايه مضغوط من الحته دي. فبالتالي انت عندك الحته الجزء اللي تحت ده هاي ستريس فيه مضغوط جامد، والجزء ده هاي تنشن، ده هاي كومبريشن وده هاي تنشن، مع الضغوط الضغوط طبعا يحصل زي ما قلنا ان الخرطوم ينفك. نفس الكلام عندنا تو انجلز مختلفين بالمنظر ده، يبقى الكونكشن ماشي سموثلي كده، ما تبقاش التكويعه زياده عن اللزوم بالشكل ده. ده كده ملخص سريع للتشابتر ده وازاي نقدر نتعامل مع الترانسميشن لاين.